الأنبياء هم خير من خلق الله تعالى من البشر، فهم أكثر الناس ابتلاء وأكثر من تحمل من التعب والمشقة لنشر رسالة الله تعالى للناس. وهنالك 5 أنبياء أطلق الله تعالى عليهم اسم أولي العزم، وهم أكثر من عانى وتعذب بنشر رسالة الله ودعوة الناس للإيمان. وأول هؤلاء الأنبياء هو نوح عليه السلام، فقد عانى في حياته ما لم يعانيه أحد قبله. وللأسف فإن معظم الناس لا يعلمون عن نبي الله نوح إلا أمر السفينة والطوفان، ولكن كيف حدث هذا الطوفان وماذا فعل قومه به حتى يأس منهم ودعا عليهم؟ في هذا المقطع ستسمعون أحداثا عن نبينا نوح لم تسمعوها من قبل، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. بعد وفاة سيدنا آدم عليه السلام بعدة قرون عم الفساد في الأرض وساد الجهل، ونسي الناس الله تعالى واتخذوا الأصنام آلهة لهم يعبدونها من دون الله، فكان لابد من أن يرسل الله تعالى رسولا يعيد الناس إلى الإيمان بالله ويدعوهم لعبادته. فأرسل لهم سيدنا نوح عليه السلام ليرشدهم لله تعالى وينهاهم عما يعبدون من دونه. وقد كان نوح عليه السلام أفضل رجال قومه، فاصطفاه الله لينذر قومه من عذاب الله تعالى وغضبه. فقضى نوح 950 عاما من حياته بالدعوة إلى الله تعالى وإنذار قومه من عذابه. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولكن قومه كانوا أناسا جاهلين متكبرين، فما كان منهم إلا أن كذبوه وأهانوه، وكانت حجتهم أنه بشر مثلهم، فكيف يكون له أن يصبح رسولا من عند الله؟ ولكن نوح عليه السلام كان صبورا عليهم، فلم يترك طريقة لدعوتهم إلا واتبعها. ولكن للأسف فإن جهده ضاع عبثا، فلم يؤمن معه في كل تلك السنين إلا 80 شخصا، وكانوا من ضعاف قومه وأقلهم شأنا بينهم. وعلى العكس فقد كان قومه يضعون أصابعهم في آذانهم عندما يرون نوحا لكي لا يسمعوا كلامه، وكانوا يغطون رؤوسهم بثيابهم لكي لا يروه ولا يسمعوه. قال تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ووصل فيهم الأمر أن توعدوه بالرجم والعذاب الأليم إن لم يتوقف عما يفعل، وكان الرجل منهم يربي ابنه على الكفر فيحذره من الإيمان بنوح ويوصيه بتكذيب كل ما يقول. وبعد 950 عاما من الدعوة يأس نوح من قومه ومل من فجورهم وعصيانهم، فأوحى الله إليه أن لا يحزن وأنه لن يؤمن معه بعد اليوم إلا من كان قد آمن من قبل. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولما يأس نوح من صلاحهم وإيمانهم ورأى أنهم لا خير فيهم وأنهم لن يزدادوا إلا كفرا وفجورا، دعا عليهم دعوة غضب، فأمره الله تعالى أن يقوم بصنع سفينة ضخمة وألا يشفع لأحد من قومه بعد ذلك. فبدأ نوح بصنع سفينة عظيمة وكبيرة جدا بأمر من الله تعالى، واستغرق صنعها سنين طوالا، وسنحدثكم عن هذه السفينة بشكل مفصل في مقطع قادم بإذن الله. وكان قومه كلما مروا بجانبه استهزأوا به وسخروا منه وقالوا له: أتصنع سفينة في البر؟ كيف تجري؟ فيرد عليهم: سوف تعلمون غدا.
قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وأوحى الله تعالى إلى نوح أنه عندما يرى التنور يفور، أي عندما يرى الأرض بدأت تفور بالماء، فليأخذ من كل صنف من الحيوانات زوجين وليركب المؤمنين من أهله معه في السفينة. ففوران التنور هو علامة بدء الطوفان ونزول غضب الله تعالى. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وأتى اليوم الموعود ورأى نوح الإشارة التي أخبره الله تعالى عنها، فجمع الحيوانات إلى السفينة ونادى من آمن معه فركبوا السفينة. وهنا بدأ غضب الله تعالى بالنزول على قوم نوح، فأرسل الله من السماء مطرا شديدا لم تعهده الأرض من قبل ولن تمطره من بعد، فقد كان شديد الغزارة كأفواه قرب الماء تنسكب على الأرض. وأمر الله تعالى الأرض فنبعت من جميع حفرها وسائر أرجائها بالماء والينابيع، كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وغمر الماء الأرض بما فيها حتى بدأ يبتلع الكفار واحدا تلو الآخر، وكان لنوح ابن كافر لم يقبل بالصعود معه إلى السفينة، فحن قلب نوح على ابنه فناداه ليصعد السفينة معه، ولكن ابنه أصر على كفره وقال أنه سيصعد إلى الجبل لينجو من الطوفان. فرد عليه نوح أنه لن ينجيه من عذاب اليوم جبل ولا إنس ولا جن. فغمر الماء الجبال كلها حتى لم يبقى على الأرض شيء إلا الماء، وكل من كان خارج السفينة هلك وغرق، بما فيهم ابن نوح وزوجته الكافرة والتي رفضت أيضا أن تركب معه السفينة. وهنا أمر الله تعالى المطر أن يتوقف وأمر الأرض أن تبتلع الماء، فانحسر الطوفان وزال الماء كله، فقد انتهى عذاب الله تعالى لقوم نوح بعد أن لم يبقى منهم على الأرض أحد. قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. أي أن سفينة نوح عليه السلام استوت على جبل اسمه الجودي بعد انحسار المياه، والجودي هو جبل من الجبال العالية. رست سفينة نوح وهدأت، وعندما جفت الأرض أمر الله تعالى نوحا أن ينزل من السفينة هو وكل من فيها، فنزلوا جميعا وانتشروا في الأرض وأعادوا بناء الحياة فيها، ولكن هذه المرة من دون أن يكون بينهم أي كافر. أما قوم نوح فقد كانت عاقبتهم وخيمة ونهايتهم أليمة، فقد أغرقهم الله تعالى وعذبهم في الدنيا ووعدهم بنار جهنم مصيرا لهم في الآخرة جزاء لما عملوا. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقد كان لنوح عليه السلام 4 أبناء، كفر أحدهم وأغرقه الله تعالى مع قوم نوح، وبقي أولاده 3 الآخرون فعمروا الأرض معه، ويقال أن البشر جميعهم من نسل نوح وأبنائه، والله أعلم. أما زوجته الوحيدة فقد كفرت به ولم تؤمن به منذ البداية، ورفضت حتى أن تركب معه في السفينة، فكان مصيرها كمصير غيرها من قوم نوح الكافرين. وأن نوحا هو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم، فقد ذكره الله تعالى 43 مرة. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم،
إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب تشجيعا لنا ومشاركته مع من تحب، فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فالاشتراك بالقناة لم يعد يكفي، وتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا لتصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.